السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذا الدرس الاحتمال الشرطي. إذا نحاول نشرح في هذا الدرس يعني بشكل مبسط شنو هو الاحتمال الشرطي. في البداية غادي نعطو التعريف، من بعد ندوزو الأمثلة. إذا التعريف: ليكون أوميغا بي فضاء احتماليا منتهيا، ليكون أ و بي حدثين بحيث أ يخالف بي. إذا أ و بي حدثان مختلفان في التجربة عشوائية، نسمي احتمال حدث بي علما أن الحدث أ محقق، العدد الذي نرمز له ب ب ل ب ثم كندير هاد سلاش ثم أ، أو كنكتبو ب ل ب وهنا كنديرو أ، هنا لا كونديسيون الشرط أن أ محقق. احتمال ب علما أن أ محقق، أو نكتبو هكا ب ل ب وندير واحد سلاش هكا ثم أ. والمعرف بما يلي: إذا الاحتمال الشرطي احتمال ب علما أن أ محقق يساوي بلي أ تقاطع ب على بلي أ. أشنو هاد بلي أ تقاطع ب؟ هو احتمال أن يتحقق أ و ب، التقاطع هو العطف، أن يتحقق أ و ب على احتمال أن يتحقق على احتمال الحدث أ. هنا يمكن نقراوه، إما نقراوه ب لي ب علما أن أ محقق، ولا نقراوه فقط ب لي ب علما أ، ب دو ب ساشون أ، احتمال ب علما أ. يعني لما أن أ محقق. هنا عندنا واحد ملاحظة: إذا كانت لدينا فرضية تساوي الاحتمالات، يعني تحقق هذه الفرضية ديال الاحتمال تساوي الاحتمالات، فإن الاحتمال الشرطي لي ب علما أن أ محقق يساوي كاردينال أ تقاطع ب على كاردينال أ، يعني عدد عناصر التقاطع على عدد عناصر الحدث أ. هنا البرهان بسيط: احتمال أ تقاطع ب هو كارد أ تقاطع ب على كارد أوميغا، احتمال أ هو كارد أ على كارد أوميغا، نختزل بكارد أوميغا وتبقى لنا هاد العلاقة. ولكن في حالة تساوي احتمال أغلب التمارين تكون هاد الفرضية ديال تساوي الاحتمال. هنا قبل ما نبداو الأمثلة خصنا نعطو واحد الملاحظة مهمة: هاد الصيغة اللي عطينا هنا ديال الاحتمال الشرطي بلي بي علما أن أ محقق تساوي بلي أ تقاطع ب على بلي أ، تستعمل في حالتين. يمكن استعمالها لحساب الاحتمال الشرطي إذا عرفت احتمال ديال أ تقاطع ب، كنطبقها ونحسب بها الاحتمال الشرطي، وكنستعملها باش نحسب بها الاحتمال ديال التقاطع ديال حدثين إذا قدرت نحسب الاحتمال الشرطي مباشرة. إذا يمكن لي نستخرج هنا بلي أ تقاطع ب يساوي بلي ب علما أن محقق مضروب بلي أ. إذا هناك استعمالين لهاد الصيغة هذه. دابا غنشوف هادشي في الأمثلة اللي غنعطو دابا. المثال الأول: لدينا صندوقان يو واحد و يو جوج، بحيث يو واحد يحتوي على 4 كرات بيضاء كاتخ بي و 3 كرات حمراء 3 أيغ، و يو جوج يحتوي على 2 كرات بيضاء و 5 كرات حمراء. تجربة: نختار عشوائيا أحد الصندوقين ونسحب منه كرة واحدة، ما هو احتمال سحب كرة حمراء علما أن الصندوق المختار هو أي واحد؟ إذا هاد كلمة علما أن، هذا هو المعنى ديال اللي كتفهموا منه بأن عندكم احتمال شرطي. إذا تعطى سؤال بحال هكا واحسب، ولا ما هو احتمال حدث علما أن حدث آخر محقق، هذاك علما أن هذاك هو الاحتمال الشرطي. إذا هنا أول حاجة هي نستعمل الرموز باش نعرف الأحداث اللي عندي. إذا عندي هنا جوج ديال الأحداث، عندي الحدث ديال سحب كرة حمراء وعندي الحدث ديال اختيار الصندوق إي واحد. إذا ليكن أ حدث اختيار الصندوق إي واحد، و ب حدث سحب كرة حمراء. إذا الاحتمال المطلوب منا هنا هو احتمال ب علما أن أ محقق. إذا الآن باش نحسب هاد الاحتمال، إذا كما قلنا في البداية عندنا جوج ديال الطرق: يا اما نحسبو مباشرة الاحتمال الشرطي اذا امكن ذلك على حسب المعطيات ديال التمرين، او نستعملو هذيك العلاقة بلي ا تقاطع ب على بلي ا. الى بغينا نستعملو هذه العلاقة بلي ا تقاطع ب على بلي ا، غادي خصنا بعدا اشني هاد ا تقاطع ب، اشني ا تقاطع ب؟ عندنا ا هو اختيار صندوق اي واحد، ب اختيار أو سحب كرة حمراء، أ تقاطع ب هو اختيار الصندوق واحد و سحب كرة حمراء.
هذا الاحتمال راه صعيب باش نحسبه مباشره. اختيار الصندوق واحد وسحب كره حمراء غيجي صعيب. اذا يمكن ليا في هذا التمرين نستنتج هذا الاحتمال ديال تقاطع بي من الاحتمال الشرطي. يعني نديرو العكس، حنا كنا الا بغينا نحسبو الاحتمال الشرطي كنحسبو باحتمال التقاطع على احتمال دابا حنا العكس غنديرو، غنحسبو الاحتمال الشرطي مباشره ومنو غنستنتجو هذا الاحتمال ديال التقاطع. اذا هنا بالنسبه للاحتمال الشرطي، اشنو هو الشرط اللي اشترطنا؟ هو ان يكون الصندوق المختار هو اي واحد. يعني الان غادي نتخيل بان التجربه العشوائيه اللي عندي الان عندي غير الصندوق اي واحد بوحدو، يعني جوج لا يوجد، لان اشترطنا ان الصندوق اللي اخترناه هو اي واحد، يعني مشينا مباشره للصندوق اي واحد. وفي هذاك الصندوق اي واحد غنسحب كره حمراء. اذا الصندوق اي واحد عندي 3 كرات حمراء 4 كرات بيضاء، اذا يمكن لي نحسب الاحتمال مباشره لا ما نستعمل هذه الصيغه. اذا هنا الاحتمال الشرطي نسحب كره حمراء من بين 3، اذا غندير سي واحد 3، ونسحب كره واحده من بين بالنسبه للكاردينال اي واحد. دابا اي واحد هو اللي كيصبح كون الامكانيات، اوميغا بالنسبه لي دابا هو اي واحد، عدد العناصر ديالو عندنا 4 ديال 7 الكرات، اذا سي واحد 7. اذا الاحتمال هو 3/7. اذا هنا حسبنا الاحتمال مباشره لان امكن ذلك، حيت جانا ساهل فاش اشترطنا بان الصندوق اللي اختارناه هو اي واحد، يعني ان اي جوج بالنسبه ليا لا يوجد، بحال ما كانش. اذا التجربه دابا اصبحت بكون امكانيات اللي هو اي واحد، كون امكانيات التجربه راه فيه صندوقان، دابا ولا عندي غير صندوق واحد اللي هو اي واحد. الان من هذا الاحتمال الشرطي يمكن لنا نستنتج الان الاحتمال ديال ا تقاطع، وهنا غيخصنا احتمال ا. شنو هو ا؟ اختيار الصندوق اي واحد. اذا في بدايه التجربه نختاروا عشوائيا احد الصندوقين، عندي اي واحد ولا اي جوج، عندهم نفس الحدود، يعني كل واحد عنده 50% 50% 50%، يعني واحد على جوج. اذا الاحتمال ديال الحدث ا ديال السحب او ديال اختيار الصندوق اي واحد، اختيار الصندوق اي واحد الاحتمال ديالو هو واحد على جوج. اذا هنا غنسجل الاحتمال ديال التقاطع. اذا حسبنا هنا احتمال الشرطي قلنا 3/7، ولدينا احتمال الحدث ا هو واحد على جوج، اختيار الصندوق اي واحد هو واحد على جوج، احتمال ديالو واحد على جوج، اختيار الصندوق اي جوج الاحتمال ديالو هو واحد على جوج. اذا الاحتمال ديال ا تقاطع بي، دابا غنستخرج هذا الاحتمال ديال التقاطع ا تقاطع بي من هذه الصيغه، يساوي بي لي ا، في بي لي بي علما ان ا محقق، بي لي ا هي واحد على جوج، بي لي بي علما ان ا محقق حسبها مباشره قلنا 3/7، اذا تساوي 3/14. السؤال الثاني، احسب احتمال سحب كره بيضاء وتنتمي الى الصندوق اي جوج. اذا هنا ديما قراو السؤال مزيان، هنا عندنا و يعني التقاطع. اذا خص تفرقوا ما بين سؤالين، سؤال ديال احتمال سحب كره مثلا بيضاء وتنتمي الى الصندوق اي جوج، واحتمال سحب كره بيضاء علما انها تنتمي الى الصندوق اي جوج. كاين فرق، علما ان راه احتمال شرطي، هاد و راه تقاطع. اذا هنا سنرمز للحدث الاول مثلا سحب كره بيضاء بشي رمز، مثلا كنسمو اي رمز بغينا، والحدث ديال اختيار الصندوق اي جوج حتى هو نرمزو برمز، ونحسبو الاحتمال ديال التقاطع ديال الحدثين. اذا ليكن او الحدث سحب كره بيضاء، اف الحدث اختيار الصندوق اي جوج، نحسب احتمال الحدث او تقاطع اف. هنا غادي نستعمل الاحتمال الشرطي. اذا غنكتبو على هاد الشكل هذا، بي او تقاطع اف يساوي بي لي اف مضروب بي لي او علما ان اف محقق. بي لي اف بي لي او علما ان اف محقق. ممكن نكتبو بشكل اخر وهو بي لي
E مضروب بي لإف علما أنه محقق. ولكن هاد الطريقة لن تفيدني لأن احتمال حدث E سهل كرة بيضاء صعيب نحسبه. التجربة فيها اختيار الصندوق هذا سهل الكرة. إذا الطريقة السهلة هي اللي غادي نسهل هي نسبقوا اف هنا بي لي اف اختيار لحد الصندوق يجوج هذا الاحتمال ديالو هو واحد على جوج عرفتوا. وهذا الاحتمال الشرطي بي لي او علما ان اف محقق يعني نسحب كرة بيضاء علما ان الصندوق المختار هو يجوج غنحسبها مباشرة بحال كذا نفس السؤال السابق. إذا هنا ما نستعملوش هاد الصيغة ضرب عليها غنخدمو بالأولى. لدينا بي لي إف يساوي واحد على جوج اختيار الصندوق يجوج الاحتمال ديالو هو واحد على جوج اختيار الصندوق واحد نفس الشيء 50% لكل صندوق. الآن احتمال الشرطي احتمال لحدث علما أن إف محقق يعني احتمال سحب الكرة البيضاء علما أن الصندوق المختار هو يجوج. إذا نفس الطريقة اللي درنا في المثال في السؤال السابق يعني أتخيل هنا بأن الكون الإمكانيات أصبح هو يجوج يتقلص إلى يجوج. هذا كون الإمكانيات هو في الأصل فيه صندوقان يواحد ويجوج يواحد والصندوق يجوج هذا هو كون الإمكانيات. هنا فاش اشترطنا أن الحدث F تحقق أننا اخترنا الصندوق يجوج يصبح كون الإمكانيات هو U2 يعني هاد يجوج واحد بحال ما كاين بحال يعني عندنا غير واحد الصندوق فقط هو يجوج والصندوق يجوج المعطيات حسب المعطيات هنا جوج ديال الكرات البيضاء وخمسة حمراء. إذا الاحتمال ديال U علما أن F تحقق هو C1 أسحب كرتان بيضاء من بين جوج على كرة واحدة من بين مجموع اللي هو سبعة إذا جوج على سبعة. إذا الآن لم يبقى إلا استنتاج احتمال تقاطع F. إذا بي لتقاطع F احتمال سحب كرة بيضاء وتنتمي إلى الصندوق جوج يساوي بي لإف مضروب بي لإو علما أن F محقق يساوي واحد على جوج جوج على سبعة ويساوي أخيرا جوج على سبعة 14 أو واحد على سبعة. هذا هو الاحتمال ديال التقاطع. إذا هنا ردوا البال للحدث أو الاحتمال الشرطي والاحتمال ديال التقاطع كاين فرق. الآن غنعطيو هذا شجرة الاحتمالات ندير هذه التجربة العشوائية ديال هذا المثال. إذا في التجربة عندنا أولا اختيار أحد الصندوقين إما إي واحد إما إي جوج. إذا اخترنا إي واحد يمكننا نسحب كرة بيضاء أو كرة حمراء. إذا اخترنا إي جوج يمكننا نسحب كرة بيضاء أو حمراء. إذا الآن غنملا هذه الشجرة. بالنسبة لاحتمال اختيار إي واحد أو إي جوج عندهم نفس الحدود. إذا واحد على جوج واحد على جوج. الآن إذا كان الصندوق المختار هو أي واحد احتمال سحب كرة بيضاء هو 4 على 7 عندنا 4 الكرات البيضاء وفي المجموع ديال الكرات الصندوق واحد هو 7. الكرات الحمراء الكرة الحمراء عندنا 3 الكرات حمراء مجموع على 7 سي واحد 3 على سي واحد 7. الآن ندوزو للحالة التالية. إذا كان الصندوق المختار هو إي جوج احتمال سحب كرة بيضاء عندنا جوج كرات بيضاء مجموع الكرات في الصندوق إي جوج هو 7. الكرة الحمراء 5 على 7 عندنا 5 الكرات حمراء. إذا في هذا المستوى في الشجرة فاش تكون الاحتمالات الشرطية مثلا هنا 4 على 7 هو احتمال سحب كرة بيضاء علما أن الصندوق المختار هو إي واحد. هنا 3 على 7 واحتمال سحب كرة حمراء علما أنها تنتمي إلى أي واحد. هنا كرة بيضاء علما أنها احتمال سحب كرة بيضاء
هو جوج على سبعة علما أنها تنتمي إلى إي جوج، وخمسة على سبعة احتمال صحيح كرة حمراء علما أنها تنتمي إلى إي اثنان. الآن إذا بغينا احتمال سحب كرة بيضاء وتنتمي إلى إي واحد، بيضاء وتنتمي إلى إي واحد، غندير الجداء ديال الاحتمالات اللي عندنا في هاد الفرعين هادو، واحد على جوج في ربعة على سبعة. سحب كرة حمراء وتنتمي إلى إي واحد، هذا العطف يعني التقاطع، تقاطع الحدثين، إذا هو واحد على جوج ثلاثة على سبعة. احتمال سحب كرة بيضاء وتنتمي إلى إي جوج هو واحد على جوج على سبعة. احتمال سحب كرة حمراء وتنتمي إلى إي جوج هو واحد على جوج خمسة على سبعة. الآن غنحسبوا احتمال سحب كرة بيضاء. إذا الكرة بيضاء عندنا في الشجرة في هذا المكان وفي هذا المكان، هذا جوج ديال الإمكانيات، جوج ديال الحالات. الحالة الأولى أن نسحب كرة بيضاء وتنتمي إلى أي واحد، أو كرة بيضاء وتنتمي إلى أي جوج. إذا يكفي أننا نضربوا واحد على جوج في ربعة على سبعة، ونزيدوا ليها واحد على جوج مضروبة في جوج على سبعة. هذا هو الاحتمال ديال سحب كرة بيضاء. إذن واحد على جوج في أربعة على سبعة، زائد واحد على جوج مضروب جوج على سبعة، يساوي ستة على أربعتاش أو ثلاثة على سبعة.